وأيضا للحديث أكثر حول مشروع ذا لاين ينضم معي عبر الهاتف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة. حياك الله معنا دكتور فهد، شكرا لوجودك معنا. إذا تساؤلات ولي العهد والتي كانت يعني محقة ومهمة يعني لمستقبل البشرية والكوكب، ومن هنا اليوم هل يمكن نيوم يعني تجيب على كل هذه التساؤلات؟ إذا ما أخذنا في الاعتبار نبات أيضا تشكل يعني هاجس مهم اليوم للإنسان وخياراته في المقبل على مستوى العيش في بيئة يعني جاذبة وآمنة. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين الإخبارية. نعم، هذا المشروع The Line هذا مشروع عظيم وكبير، وقد تم دراسته جيدا ووضع الاستراتيجية بدراسة المدخلات والمخرجات لهذا المشروع. عندما تنشئ مشروع عملاق مثل هذا المشروع يجب أن ننظر ونقيم عوامل الجذب، الأتريبيوت، ما هي عوامل الجذب التي تميز هذه المدينة عن المدن الأخرى في العالم. نعم، هناك نموذج فريد للجذب في هذه المدينة. أولا، على لها قيمة اجتماعية مضافة، اقتصادية مضافة، وأيضا بيئية مضافة. هذه المدينة تتميز بالعديد من العوامل الاقتصادية، وهناك 16 قطاع اقتصادي. سوف تستطيع أن تجذب الاستثمارات من أقصى نقطة في العالم وأيضا الزوار. نعم دكتور، ماذا أيضا كذلك بالنسبة عن حديث يعني سمو العهد واللي أشار أنه يعني متوقع أنه سيكون هناك مساهمة بأكثر من 180 مليار ريال في الناتج المحلي خلال العام 2030، يعني يمكن رقم كبير وتحدي كبير بالنسبة اليوم في ظل هذا الاستثمار الضخم وتوجه الاستثمار لقطاعات مختلفة، كيف ممكن أيضا هذه المدينة أن تساهم في الناتج المحلي للمملكة؟ نعم، مثل ما ذكر الأمير ولي العهد أطال الله في عمره، إن هذه القيمة المضافة اللي تعادل 180 مليار ريال هي قيمة كبيرة، وسوف تساهم في نمو معدل الإجمالي للناتج الإجمالي للمملكة. كيف نصل إلى هذا القيمة؟ هي بمشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. عندما يرى القطاع الخاص ويتأكد إن مستقبل هذه المدينة مستقبل مربح ومستقبل قليل المخاطرة، وأن هناك جاذبية كبيرة للاستثمارات من حول العالم، فهذا سوف يشجع المستثمرين من داخل الاقتصاد ومن خارجه، ويصبح هناك مضاعف اقتصادي لهذه المدينة، ليس فقط داخل المدينة وإنما على المدن والقرى والهجر المجاورة لهذه المنطقة، وأيضا على المدن أو البلدان التي تقع على الحدود. نعم. المنفعة هي سوف تكون منفعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السعودي، ونحن نتوقع إن شاء الله. نعم. أن يكون المساهمة أكبر من 180 مليار مستقبليا إن شاء الله بإذن الله. ما زال هناك أيضا بالنسبة على يعني على الاستثمارات والشراكات المحلية والأجنبية، يعني رئيس تنفيذي للمدينة نظم النصر أشار إلى أنه هناك أيضا المجال يعني كان مفتوح بالنسبة للشراكات العالمية والأجنبية، اليوم كيف ممكن نحن نستخدم يعني هذه التقنيات المتقدمة وأيضا إشراك التقنيات المتطورة والمتقدمة واستقطاب أيضا الشركات الأجنبية اللي لديها باع طويل بالنسبة والاستفادة منها للتواجد وتخطيط هذه المدينة؟ المملكة هيئت البيئة الصالحة للاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعديلات التشريعية، ومن خلال الدعم المالي والاقتصادي لهذه الشركات، ومن خلال الاتفاقيات، ومن خلال الاجتماعات المتعددة. فسوف يكون هناك إقبال على المستثمرين، إقبال من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في اللي نسميها الثورة الصناعية الرابعة، وهي المستقبل والتي يتطلع إليها العالم. فكلما كان هناك بيئة استثمارية جاذبة وأيضا مخاطرة منخفضة سوف تأتي هذه الشركات، لأن الشركات تبحث. نعم. عن الربحية وتبحث عن الاستثمارات الآمنة، وهذه الحمد لله متوفرة في المملكة بشكل عام، والآن توجد في نيوم مدينة نيوم التي نتطلع إلى إن شاء الله النتائج الإيجابية في المستقبل التي تعود
على المواطن وعلى الوطن، وتكون داعما ومنوعا للاقتصاد السعودي إن شاء الله. نعم الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى، كنت معنا رياض، شكرا جزيلا لك.